رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ودلوقتي طبعا معادنا مع فقره الاخبار المحليه واخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. لكن قبل ما نروح لاخبارنا ونشوف اخر الاخبار ايه, معانا دلوقتي على الهاتف دكتور طارق الادور. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا يا سيدي, مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين والمتابعين. منورنا دايما يا دكتور طارق. وفي البدايه كده عايزين نسال حضرتك ونعرف من حضرتك نظام قرعه دوري ابطال افريقيا, وان شاء الله طريق الاهلي هيكون عامل ازاي في حاله ان احنا وصلنا للادوار النهائيه. الحقيقه نحن امام لحظه تقام لاول مره في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا, ان تقام قرعه مفصله لمباريات دور الثمانيه. طبعا القرعه اللي اقيمت بالامس وكانت القرعه الاولى لتحديد من سيلعب مع من في دور الثمانيه. صحيح. ومن ثم بعد كده القرعه اجريت عشان يعرف كل فريق طريقه حتى المباراه النهائيه, وبالتالي كانت قرعه تقام لاول مره بهذه المواصفات. الاهلي طبعا وقع امام حوريه الدين, وده فريق يعني ما لم يسبق له الفوز باللقب او حتى لم يسبق له الصعود بنهائي البطوله. صحيح. بينما وقع فرق بريميرز وروسو امام نادي والترجي مع النجم الساحلي في مواجهه تونسيه خالصه, ووثاق السيف الجزائري مع الوداد المغربي. السيمي فاينل نظام اللي بيتعمل بيسمى كل كوارتر فاينل او كل دور ربع نهائي هذه الادوار برقم. يعني الاهلي وحوريه اصبح هو الكوارتر فاينل او الدور ربع النهائي مباراه رقم اربعه. فبيلتقي في الدور قبل النهائي بعد كده الفريق اللي هو الكوارتر فاينل رقم واحد مع رقم اثنين ورقم ثلاثه مع رقم اربعه. وبالتالي من خلال القرعه ديت رقم ثلاثه اللي هو الكوارتر فاينل رقم ثلاثه اللي فيه وثاق الصيد مع الوداد هو اللي هيساعد الفائز من الاهلي وحوريه. يعني معنى كده ان الطريق في النادي الاهلي اما وثاق الصيد الجزائري. صحيح. سبق له الفوز باللقب مرتين قبل كده. صحيح. او فريق الوداد اللي هو حامل اللقب اللي فاز على النادي الاهلي بشكل خاص في نهائي العاب القاضي. النظام بقى اللي بيتعمل برضه عشان برضه مجلس التفاصيل بيحدد المباراة على ملعب مين حتى المباراة النهائية. طبعا الحاجة الوحيدة اللي محددة مسبقا هي ان تقول لك ان الفريق اللي كان بطل للمجموعة اوتوماتيك هيلعب مباراة العودة على ملعبه في دور الثمانية. بما ان النادي الاهلي كان الاول في المجموعة فبالتالي معروف مسبقا هو هيلعب حورية الدين, هيلعب الاول حورية مع النادي الاهلي في غينيا. صحيح. ثم مباراة العودة اللي هتنصاد في مصر هي برج العرب ان شاء الله, دي مباراه هتكون اللي هي المباراه الثانيه. يعني النادي الاهلي هيلعب في دور الثمانيه مباراه في العوده على ملعبه. نوصل بقى للدور قبل النهائي. الاهلي والفايز من الاهلي والحريه هيلعب الفايز من الصيف والوداد. صحيح. ان المباراه ديت هتسمى المباراه رقم اربعه. ورطه فاينل اربعه هيلعب ثلاثه بس هيكون المباراه الاولى على ملعب ورطه فاينل ثلاثه. يعني المباراه الاولى على ملعب الاهلي او هوريه. يعني دلوقتي ان شاء الله الاهلي كسب هوريه كوناكري الغيني وقابل مثلا الوداد او قابل وفاق الصيف الجزائري, هيكون ايه الملعب؟ هتكون مباراه العوده على ملعب الفريق الاخر الصيف يا الوداد. يعني الاهلي هيلعب اولا على ملعبه ان شاء الله لو فاز, يعني باذن الله اولا الفائز من الصيف والوداد اولا في مصر, ثم مباراة العودة هتكون في هذه الحالة في الجزائر أو المغرب. أو المغرب. مباراة العودة. صحيح. مباراة العودة هتكون خارج الملعب. بينما بقى السيمي فاينل الثاني بريميرو دي أغوستو ومادينلي هيلعب الفايز بريميرو دي أغوستو مع مادينلي مع الفايز من النجم والترجي. صحيح. هيكون مباراة الذهاب على ملعب أغوستو أو مادينلي ومباراة العودة على ملعب النجم أو الترجي, يعني هتكون في صحيح. طب نوصل للمباراة النهائية ان شاء الله قدر المصدر ان النادي الاهلي يكون موجود في المباراة النهائية ان شاء الله. هيتلعب ازاي؟ هل خارج القاهرة نهائي العودة ولا داخل القاهرة او يعني داخل مصر او خارج مصر؟ هيكون للاسف ايضا مباراة العودة هتكون خارج مصر. يعني ايه خارج مصر؟ يعني هيلعب اولا الفائز من الاهلي وحوريه والصيف والوداد اي واحد من دول هيوصل فاينل هيلعب اولا على ملعبه, ثم مباراه العوده هتكون بقى على ملعب اجوستو او مدينتي او النجم الساحلي او الترجي. يعني مباراه العوده كده كده اللي هي في النهائي بره مصر كل فيها الكاس هتكون اما انها تكون في انجولا او تكون في الديمقراطيه او في صحيح. ده كده السكه لغايه الترجي.
طيب فنيا بقى شايف لقاء النادي الاهلي ان شاء الله مع هوريا كوناكر العيني هتكون عامل ازاي؟ فاكر يا شيخ احنا اتكلمنا قبل ما تتعمل القرعه خالص، قبل حتى ما يتحدد المباريات الجوله الاخيره قبل مباراه الاهلي وكان بلد اللي اقيمت في برج العرب، اتكلمت قلت لك ان مهمه النادي الاهلي ايا كان الفريق الطرف الاخر في المركز الثاني من اي مجموعه من المجموعات الاخرى الثلاثه الاخرى هيكون في متناول ايد النادي الاهلي. يعني تتكلمي عن هوريا، طبعا فريق هوريا يظهر في هذه البطوله بافضل مستوى ليه منذ مشاركته في بطولات افريقيا، يعني هو دلوقتي في افضل مستويات. لكن لا زال لما نيجي نقول الاهلي عنده طبعا القاب افريقيه، الاهلي لاعب في البطولات الافريقيه في 38 نسخه مختلفه سواء دوري الابطال او كاس الفدراليه او كاس الكوب او السوبر الافريقي، النادي الاهلي عنده خبرات، النادي الاهلي اكثر فوزا بالالقاب، بالتاكيد يتفوق حتى على المستوى المعنوي والفني على فريق هوريا اللي هو لم يسبق بأي صحيح. انا اعتقد ان المواجهه دي ستكون مواجهه الى حد ما لمصلحه النادي الاهلي بشرط اخذها مأخذ الجد، انما هيكون الاختبار الحقيقي بقى في السيمي فاينل عندما يتواجه النادي الاهلي امام اما وسط الصيف او شكرا ليك دكتور طارق الادور نورتنا النهارده في كلام في الميديا. نرجع